سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان نلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. فبالنسبه للفلوق ديال اليوم، واول فلوق غادي يكون فلاشين ديالي، فبغيتكم ان شاء الله تفرحوا معايا بالختانه ان شاء الله ديال وليداتي اللي كان داس عليا صراحه بالخلعه، ولكن الحمد لله الحمد لله داز كل شيء بخير وعلى خير. فاليوم كيما في العاده فقنا، جمعنا الدار، فطرنا، تغدينا بطبيعة الحال، تسنينا النقاشة حتى جات النقاشة رشيدة. راه غادي نخلي لكم التليفون ديالها في صندوق الوصف، يعني اللي مهتمة صراحة البنات كدير النقيش غزال واعر واعر واعر. فالبنات اليوم بطبيعة الحال أي حاجة، يعني اي حاجه درتها غادي نبارطاجيها معاكم، فخليكم معايا. هانتوما كما كتشوفوا البنات، هاد الطبيله ديالنا هي هذه، حيت صراحه حنا غير بيناتنا، غير خواتاتي وماما وعيالات خوتي، يعني ما معناش الزايد. اليوم كاينه النقاشه باش درنا نغير هكا عشيه باش نحيدو يعني النقيش، ومن بعد من بعد يومين ان شاء الله عاد غادي ندير لهم واحد الصدقه ان شاء الله. فاي حاجه بارطاجيتها معكم فضروري غادي نصورها لكم البنات. فهنا كما كتشوفوا يعني عادي الحنه، السكر البيض ديال وليداتي، هاد الصنديقه ديال الحنه كانت عندي وزدت غير هذه، درت فيها الحنه هكا الحنه وراقي، ودرت هنايا التمر معمر بالقرقاع، وطبيعه الحال ضروري البخور، ماشي البخور يعني تندير انا غير العود، انا من محبين العود. ومبخره وهذه ميشه فيها الزهر، وطبيعه الحال الحليب. فكما كتشوفوا اختي بعدا راه مقشات وسالات، انا نوريكم النقيش ديال اختي. كما قلت لكم البنات شي حاجه واعره، النقيش صراحه زوين 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 بزاف. اختي بغات ديرها غير من الفوق، مبغاش ديرها من التحت. اري اشرب اري اشرب. هانتوما كما كتشوفوا البنات، كما قلت لكم البنات النقاشه سميتها رشيده. شويه غنخلي لكم النمره ديالها في صندوق الوصف. وليداتي راه ما فاهمين والو. امجد قول سالو، شوفي قول بنات سالو. امجد قول لهم سالو. اجي اسعد قول البنات سالو، قول البنات سالو. قول البنات سالو اسعد. راح شمانين هذه بنت خويا الصغيره نور، بقى ما كتعرفش تهضر. اسعد قول البنات سالو، قول لهم سالو. امجد ونتايا وليداتي راهم حشمانين. فكيف ما قلت لكم اي حاجه درتها انا غادي نبارطاجيها معكم البنات، فخليكم معايا ما تمشيوش. وكما كنقول لكم البنات يعني مرحبا بكم معايا، واف مرحبا بالنسبه للبنات اللي مشاركين معايا، وبالنسبه اللي اول مره غيتشوف لا فيديو ديالي، فتنقول لها مرحبا بك، وتابوني معايا في لاشين وتضغطي على زر الجرس باش يوصلك كل جديد. ومرحبا بكم كاملين، يلا خليكم معايا. انا الصراحه البنات بغيت ما تخويا كتشرب اختي الحليب انتما. كما كتشوفوا البنات ولادي حلفوا، قال لك باش يطبلوا بشي حاجه، ماما ما عندها لا تعارج لا بنادر لا والو، عطاتهم اختي بانيو الواد.
باش دارت لهم خاطرهم، ما بغاوش البنات يديروا لي الحنه، ولكن غادي زعما غادي نحاول معاهم حتى يديروا غير الفال. يلا اسعد امجد ديروا سالو، قول سالو لي في دير لهم بيزو. يلا البنات اي حاجه غادي نبارطاجيها معكم، فخليكم معايا وتخرجوا في الفيديو حتى الاخر. ها انتم كما كتشوفوا البنات، هذه النقشه الثانيه ديال بنت خويا، ها انتم كما كتشوفوا داكشي زوين بصحتك كريم، الله يعطيك الصحه اختي رشيده. ها انتم كتشوفوا البنات هذه النقشه الثالثه، ها انتم تشوفوا ديال اختي، راه اي شوفوا راه البنات راه الموديلات حتى هما اختارهم هما، وهما اللي وراو هاد الشكيلات هادو، يعني راه اي موديل وريتوه ليها كتحطوه هو هذاك، فصدقوني البنات راه شي حاجه زوينه، ويعني بلا ما نحتاج انني نقول لكم ها انتم كتشوفوا بعويناتكم. يلا نخليكم في النقشه الرابعه ان شاء الله. ها انتم كما كتشوفوا البنات هذه اختي اللي نقشت هي الاولى، هادو من سر المهنه ديال النقاشه انها قالت ليها اون فوا تنشف ليها الحنه، يعني بلا ما دير لها لا سقوه لا حتى شي حاجه، اون فوا كتكرم ديك الحنه كديرها في بلاستيكات على هذا الشكل هذا، على هذا الشكل هذا كديرهم في بلاستيكات حتى تعرق يد مزيان صافو، من بعد من بعد حيدوا الميكا وغسلوهم. ها هي كتنقش ال عندك ها انتم كما كتشوفوا البنات انا ساليت، انا باقا ما صبغت لا ضفاري لا حتى شي حاجه، المهم ساليت كي جاكم النقش ديالي. ها هو هي النقشه الرابعه، نقش غير انا وخواتاتي بجوج وبنت خويا. ها انتم شوفوا كي جاتكم النقشه، راه صراحه النقش ديالها زوين بزاف 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 بزاف، وتحت يديها خفيفه زوينه. ها انتم شوفوا هذا النقش هندي، وهنا درت البنات هنا درت السميه ديال راجلي عبدو، درت السميه ديالو هنايا، من هنا تنقول ليه الله يخليك ليا والله يخليك ديما تكون تاج فوق راسي ان شاء الله يا ربي، ويحفظك لوليداتك ونشوفك كما تمنيتي انت ان شاء الله يا ربي امين، واللي ما مزوجاش الله يسهل عليها البنات والله يحن عليها، واللي مفارقه هي وراجلها الله يرد به، واش غادي نقول لكم الله يسهل على كل وحده. كما قلت لكم البنات دابا صافي سالينا النقيش، غنخليه غير ينشف شي شويه دابا، وغادي نشدو معنا النقاشه دير معنا الكاسكروت يعني الكوتي، الكوتي بدما بدما يعني يعني دير معنا الكوتي، وديك الساعه ديك الساعه نخليها زعما ديك الساعه وتمشي حشومه انها نقشت لينو، ودابا السبعه د العشيه هادي وما دير معنا لا الكوتي لا حتى شي حاجه، يعني خلي دابا خليت خواتاتي كيوجدوا فيه ومرات خويا تيوجدوا في الكوتي، فخليكم معايا تنوريكم الطبله ديال الكوتي ان شاء الله. اللي بغيت نقول لكم البنات كتبوا لي في التعاليق شكون احسن نقشه عندها، واش الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه، يعني اللي شافت الفيديو من الاول حتى الاخر غادي تعرف شكون مولات الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. صافي البنات وريهم امجد، وريهم وريهم الحنينه، وريهم الحنينه، انا نحلها لك، وري البنات الحنينه، وريهم في الكاميرا لهي، وريهم في الكاميرا، قول لهم انا درت الحنه، قول لهم درت الحنه، درت لي ماما الحنه، ماما يلا بالصحه حبيبه. ها انتم كما كتشوفوا البنات، ها انتم مرات خويا، شوف الكبه ديال اتاي كي دايره، كنراجعوا بهم. ها انتم تبارك الله عليك. ها انتم كما كتشوفوا البنات هذه هي الطبله ديال الكوتي ديالنا، ف ها انتم ها درت حطينا بتيبان، انا باقا ما حيدتش الحنه، درنا بتيبان هاد التيبان وهادو، بصراحه خديتهم معايا من الباتيسري، جابتهم اختي من الباتيسري، ولكن هاد المليويات هادو صايباتهم ماما،
الله يخليها لينا. وهاد لي تارت توليت حقا حتى هما من الباتيسري، هاد لي تارت توليت وهاد لي باتاشو حتى هما، ولدي راه خداها وحده بعدا. وهذه هي الحليوه اللي خديت من عند سعيده، هما التشكيلات هادو. ايوا صافي هادشي اللي كاين. والزبده البلديه جابتها ماما معاها من العروبيه، زيتو مكحل والفخوماج. صافي هادشي اللي كاين البنات. هادي هي العشيوه ديال كاتني ماش خويا، هادي هي العشيه ديالنا بالحق. دوزناها البنات، ما كرهتكمش كاملين تكونوا معايا. فهنا غادي نسد هاد الفلوق هذا، وغادي نقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم ليا، واللي كما قلت لكم تابوناو معايا فلاشين وضغطوا على زر الجرس، واللي مابونيا معايا مرحبا بها والف الف مرحبا. وهنا غادي نسد هاد الفلوق هذا، وانا كنحماق عليكم بزاف بزاف بزاف. يلا بيزو البنات، باي باي.